أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن كنز ثمين وغابة مليئة بالعجائب. كان وقت صيف شديد الحر، وتلك السنة عانينا من الحر أكثر بسبب تلف بئر الماء في القرية، مما ترك نقصاً في الماء بين السكان. وكان جحا يومها يعمل في الحقل مع صديقه سالم، الذي كان قد طلب من جحا أن يعلمه كيف يزرع البطاطا. وبينما هما يحفران في التربة وجدا صندوقاً مدفوناً في الأرض، ففتحاه ووجده مليئاً بكؤوس بدت ثمينة جداً. يا لحظنا السعيد يا جحا، انظر انظر لهذه الكؤوس الذهبية المرصعة بالياقوت، وانظر إلى الصندوق الذي وضعت فيه، إنه مصنوع بالكامل من الفضة ومرصع باللؤلؤ النفيس. اسمع يا جحا، نحن وجدناه في حقلك فهو من حقنا، ولكن إن علم به المفوض سيصادره على أنه من حق خزنة الوالي ويأخذه لنفسه. نعم هذا وارد جدا، إذن فلنبقي الأمر سرا بيننا حتى نقرر ما نفعله بهذا الكنز. اتفقنا، ولكن هذه مشكلة أخرى، كيف لنا أن نتقاسمه؟ هل آخذ أنا نصفا وأنت النصف الآخر ونكسر الصندوق إلى نصفين؟ لا يا سالم، لن نكسر الصندوق. اسمع، لدي اقتراحان. الأول، لما لا يحتفظ كلانا بكأس واحد، فثمن الكأس الواحد يسد حاجتنا ويزيد، وهكذا نستطيع أن ننفق الباقي على ترميم بئر القرية، فكلنا نعاني من نقص الماء والمفوض لم يولي الأمر اهتماما. لكن ترميم البئر لن يكلف قيمة الكؤوس الباقية والصندوق. صحيح، لذا فإن اقتراحي الثاني هو أن نقوم بحفر بئر أخرى في الطرف الآخر من القرية، وبالتالي نسهل على الأهالي في جميع أنحاء القرية الوصول للماء، وتكون أيضاً بئراً احتياطية إذا ما تعطلت البئر الأخرى مرة ثانية. لكن يا جحا، لما لا نحتفظ بكل ما وجدناه لأنفسنا؟ سنصبح من أثرياء البلدة كلها. وما حاجتنا لذلك؟ فنحن نعيش بهناء ونعيم ولا ينقصنا شيء، فلما لا نفيد القرية وأهاليها ونوزع الرزق؟ حسناً، أظن أن معك حق. رائع، الوقت تأخر الآن، فسأذهب لأخبئ الكنز في مكان سري، وغداً نأخذه إلى البلدة المجاورة ونبيعه هناك، ثم نعود ونبدأ بمشروع ترميم البئر. اتفقنا. وكالعادة نسيني الأحمق جحا، ألا أحصل أنا على كأس ذهبي أيضاً؟ فأنا وجدته معكم يا أنانيون، فالكل كان يدري أن سالماً هذا أناني وطماع، وكان معروفاً بكذبه وأنه لا يعتمد عليه. ولكن أنت، أنت يا جحا، بخلت علي أنا؟ صديقك المفضل؟ يا دنيا. المهم، مشاكل جحا لم تنتهي معي، لأنه تلك الليلة سمع دقاً على باب المنزل وتفاجأ بسالم ينتظره، وحدث بالضبط ما توقعته من سالم الخسيس. فبالرغم من أن جحا أقنعه بعمل الخير، غير أني توقعت أن يتراجع صديقه عن رأيه.
سالم، الوقت متأخر، ماذا هناك يا صديقي؟ اسمع يا جحا، لقد فكرت في الأمر مليا وقررت التراجع عن اتفاقنا. أريد نصيبي من الكنز، نصف الكؤوس ونصف الصندوق. لا يجوز التراجع عن الاتفاق هكذا يا سالم، لقد اتفقنا على عمل شيء مفيد لجميع أهل القرية، ليس لك حاجة في كل تلك النقود. لقد قلت لك ما عندي، يمكنك فعل ما شئت بنصيبك، وإن لم تعطني نصيبي فسأقول للمفوض كل شيء ليصادر منك الصندوق بما فيه، ولن تحصل أنت ولا القرية على شيء. ومع أنني كنت غاضبا من جحا، إلا أنني لم أستطع إلا التعاطف معه، وهو واقف مصدوما من تصرف سالم. فجحا كان دائما يؤمن بأن الناس طيب القلب مثله، وكان أعطى سالما فرصا عديدة رغم سمعته وابتعاد الكل عنه، وأحسست حينها بخيبة أمله من تصرفات سالم. حسنا يا سالم، إن كان الأمر كذلك فلك ما تريد، قابلني صباح الغد أمام مدخل الغابة الخضراء، فقد خبأت الكنز هناك. فذهب سالم وهو مبتسم، واقتربت أنا من جحا الذي بقي واقفا على مدخل الباب لكي أواسيه. جحا، لكن ما رأيته على وجهه عندما اقتربت منه لم يكن الحزن بل العزيمة، وعلمت حينها أن لديه خطة. فلم يعد جحا إلى النوم تلك الليلة، بل إلى السوق واشترى سمكا وأرنبا وبقلاوة، ثم توجه بما اشتراه إلى الغابة، ولم أدري ماذا فعل بالبضائع. وفي الصباح جاءه سالم إلى مدخل الغابة، وبدأ الرجلان بالسير إلى موقع مخبأ الكنز. فجأة توقف سالم وقد ملأت وجهه الدهشة. أنا لا أصدق ما أرى، انظر يا جحا، سمك طازج ينبت من الأرض وكأنه مزروع بين هذه الحشائش. يا للعجب يا سالم، لابد أنه سمك مميز، فلما لا نجمعه في هذه السلة؟ فأخذ جحا السلة التي وضعها مسبقا على ظهري وأعطاها لسالم الذي بدأ بجمع أسماك الحشائش وهو يضحك ويغني. أما أنا يا أصدقاء فوقفت أنظر إليه وأضحك عليه، لأني فهمت أن جحا هو من وضع السمك بتلك الطريقة هناك. يا ترى ما غاية خطته؟ ثم تابعنا المسير إلى أن توقف سالم مرة أخرى وأخذ يركض بجنون نحو بحيرة صغيرة كان جحا قد وضع على صخرة فيها الأرنب الذي اشتراه من السوق بعد أن لفه بشبكة صيد السمك. فما كان من سالم إلا أن قال: لن تصدق ما أراه يا جحا، إنه أرنب، أرنب بري عالق في شبكة لصيد السمك على صخرة في منتصف البحيرة. أيعقل هذا؟ مستحيل، كيف حدث ذلك؟ كيف لأرنب أن يكون في منتصف البحيرة؟ وكيف لشبكة صيد السمك الإمساك بأرنب؟ إن هذه الغابة مليئة بالعجائب، أتظن أنها إحدى الغابات المسحورة التي تتحدث عنها الأساطير؟ لابد أنها مسحورة حقا يا جحا، أمسك السلة، سأذهب لألتقط الأرنب العجيب، فلا بد أن قيمته ستكون كبيرة. فدخل سالم البحيرة وأحضر الأرنب ووضعه في السلة، وما إن تابع ثلاثتنا المسير حتى توقف سالم مرة أخرى عندما رأى خدعة جحا الثالثة. أنا لا أصدق عيني، جحا هل ترى ما أراه؟ أهذه شجرة بقلاوة؟ تبدو كذلك بالفعل يا صديقي، فأنا أرى حبات البقلاوة تتدلى من أغصانها
وكأنها بالفعل من ثمارها. يا سلام، تخيل لو قمنا بزرع المزيد من أشجار البقلاوة يا جحا، سنصبح من أغنى أغنياء العالم. ما رأيك أن نقطف بعضا من البقلاوة لنقوم بزرعها لاحقا؟ بعضا منها؟ أجننت؟ بل سأقطفها كلها الآن لأزرع أكبر عددا من الأشجار. وهذا ما قام به فعلا هذا الطماع الأحمق الدبق. وبعد أن انتهى تابعنا سيرنا إلى أن وصلنا إلى المكان الذي وضع جحا فيه الكنز، وما إن رأى سالم الصندوق حتى ركض بجشع نحوه وفتحه. ها هو، رأيته. إلا أن سالم صدم تماما عندما فتح الصندوق ولم يجد شيئا داخله. ما هذا يا جحا؟ الصندوق فارغ، أين كؤوس الذهب؟ أين؟ قررت أن أعطيك صندوق الفضة الذي يساوي كأسا من الذهب، وهو ما اتفقنا على أنه نصيبك أمس. أما الباقي فسأبيعه وأرمم به البئر وأبني بئرا أخرى. كيف تجرؤ على خداعي؟ ستندم على ذلك. إني ذاهب إلى المفوض لأشكوك وسأقول له كل ما حصل. وهذا ما أريدك أن تفعله بالضبط يا صديقي. فركض سالم إلى قاعة المفوض وتبعه جحا بابتسامة. فعندما وصلنا إلى القاعة وجدنا سالم والمفوض بانتظارنا، وقال المفوض: إذن قل ما عندك يا سالم وأنت يا جحا، انتظره إلى أن ينتهي ثم قل ما عندك. سيد المفوض، وجدنا أنا وجحا كنزاً البارحة وقررنا أن نتقاسمه، إلا أنه خانني واحتفظ بالكنز لنفسه. هذا صحيح يا جحا. سيدي المفوض، قبل أن أجيبك أطلب منك أن تسمع قصة سالم بالكامل، فما قاله لك ما هو إلا البداية. حسناً، أكمل يا سالم. سيدي، لقد وجدنا الكنز في الحقل ثم خبأه جحا في الغابة المسحورة، وذهبنا اليوم لأخذه. وعندما ذهبنا الغابة المسحورة؟ ماذا تقصد؟ إحدى الغابات المسحورة التي ذكرت في الأساطير يا سيدي، لقد وجدنا فيها هذا السمك الطازج الذي ينبت من الأرض، وهذا الأرنب الذي يعيش في البحيرة. وأما هذه البقلاوة فقد قطفتها بنفسي من شجرة البقلاوة، لم أتذوق في حياتي ألذ منها. تفضل وجرب واحدة. الحق علي أني لم أتوقع أن يكون الأمر إحدى أكاذيبك يا سالم. على الأقل إن هذه الأكذوبة كانت ممتعة. أكذوبة؟ لا، هذه الحقيقة. انصرف عن هذه القاعة يا نصاب قبل أن أغير رأيي وأعاقبك على تضييع وقتي. فعلق سالم رأسه والتفت لينصرف من القاعة المليئة بالضحك، وعلمت أنه رغم انتصاره لم يشعر جحا بالسعادة، بل كان يأمل في أن فعلته هذه ستجعل سالم يرى أخطاءه ويندم على تصرفاته المعتادة. فالطمع ضر ما نفع، والكذب لن ينفع صاحبه عند الحاجة. وأما بالنسبة للكنز فلم يحقق المفوض فيه بعدما سمعه، وبالفعل تمكن جحا من بيعه واستخدام النقود لترميم البئر وحفر بئر أخرى، وفعل ذلك تحت ستار واهب مجهول. ففرح بذلك أهل القرية، ولم يعد عندنا نقص في المياه، وأنا نلت غنيمتي أيضاً. ما لم يعلمه جحا هو أنني خبأت واحتفظت بقطعة من بقلاوة الشجرة السحرية، سأزرعها وأبني إمبراطورية لحصد البقلاوة وأصبح حماراً ثرياً.